واجه فريق الوداد الرياضي اليوم ضيفه فريق الرجاء الرياضي لحساب ربع نهائي كأس العرش اليوم الخميس بداية من الساعة 6 مساء وفي مباراة بدون جمهور. ودخل فريق الوداد الرياضي بالتشكيلة الآتية: التقنوتي حراسة المرمى باقي اللاعبين، داري، فرحان، العملود، عطية الله، جبران، حيمود، الحسوني، الجعدي، المترجي، وأخيرا أوك. ولعبة هذه المباراة كما قلنا على الساعة 6 مساء بالتوقيت المغربي وأمام مدرجات بدون جمهور. بدأت المباراة وتمكن الوداد الرياضي من افتتاح التسجيل في الدقائق الأولى من بداية المباراة، حيث أن يحيى عطية الله تمكن من تسجيل الهدف الأول وبطريقة رائعة في الدقيقة 6 من بداية المباراة، قبل أن يتمكن المترجي ومن ركلة خطأ من تسجيل الهدف الثاني في 90. وبهذا استطاع فريق الوداد الرياضي الفوز على غريمه الرجاء بهدفين نظيفين تمكنه من التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة الفتح الرباطي.